ان شاء الله هنعمل كيكة الفراولة، بس هنعملها في صينية عادية خالص زي اي بيت مصري. اي صينية عندك هتقدري تعملي تورتاية من الفراولة واقتصادية وتحفة، وبتبص منك كده كريمة. الكريمة محشية من جوه ومن بره طبقات طبقات من غير ما تقطعيها ولا حتى تشيليها من الصينية خالص. تعالي نشوف عملتها ازاي. بس قبل اي حاجة هنسمي بسم الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان هقولك طريقة الجيلي اللي احنا اللي انا زينت بيها التورتة بطريقة اقتصادية وموجودة عندك في البيت ومش هتشتري الجيلي من بره. يلا بينا نشوف الطريقة، سهلة وجميلة، وكمان بصوا من جوه زي ما قلت لكم ببص كريمة من غير ما تقطعيها خالص ولا تشيليها من الصينيه. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير. نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب، كوبايه من الدقيق، وربع كوبايه من الزبده المسيحه بس ما تكونش سخنه، وفانيليا وبيكنج باودر، واربع بيضات. ودي مقادير الكيك معايا. كيك معايا مش اي كيك، كيك الشيفون الياباني. كيكه لذيذه وبتحفه وخفيفه، اخف، عايزه اقولك ان هي اخف من الكيك الاسفنجي، وبيضه وطريه وهشه مش قادره اقول لك قد ايه. وبطريقه تسويه خليكي معايا عشان تعرفي طريقه التسويه بتاعتها، هي اللي هتظبط معاكي الكيك ويطلع معاكي ابيض وهش زي ما شفتيه معايا في اول الفيديو. اول حاجه ابتديت ان انا افصل الصفار عن البياض، وحطيت الصفار في بوله والبياض في بوله. اهم حاجه وانت بتفصلي البيض ما يكونش الصفار نزل خالص في البياض، دي اهم حاجه علشان البياض معاكي يرفع و ما يبقاش فيه اي مشاكل. والصفار مش مشكله لو حتى فيه شويه من بياض البيض، ما فيش مشاكل فيه، لكن اهم حاجه في البياض ان انت لازم ما يكونش فيه اي نسبه من الصفار. واهم حاجه برضو ان انت تكون البوله اللي انت بتستخدميها تكون نظيفه وناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه. هبتدي دلوقتي اشتغل في الصفار. حطيت الاول الفانيليا على صفار البيض وهضربه كويس قوي، وهحط عليه كمان معلقتين من السكر، سكر نفس السكر اللي احنا مقادير، يعني ما تزوديش في نفس بالمقادير، معلقتين من الكوبايه النص كوبايه اللي انا هستخدمها اهو بس كده، وباقي السكر هحطه على البياض وهضرب الصفار كويس قوي لحد ما هتلاقي معاكي الصفار لونه اتغير وافتح خالص. هضيف عليه الزبده المتسيحه وكمان الحليب وهضربهم برضو الخليط كويس لحد ما يمتزج مع بعضه، وكل حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ، مفيش حاجة ولا دافية ولا حاجة ساقعة، وكمان البيض يكون معاكي درجة حرارة المطبخ علشان يديكي نتيجة كويسة. خلاص كده هنزل كمان بالدقيق، بس لازم تنخلي الدقيق علشان يدخل فيه هوا ويبقى معاكي الكيكة هشة مش مكتومة. دخلت كده الدقيق، هحط كمان ذرة من الملح والبيكنج باودر. انا هحط معلقتين صغيرين ممسوحين من نفس المعلقة اللي انت شايفاها دي، او معلقة كبيرة ممسوحة. خلاص كده هبتدي برضو ان انا اضرب المكونات كلها مع بعض لحد ما تمتزج كويس قوي مع بعضها. وخلاص كده مكونات الجافة كلها امتزجت مع بعض مع صفار البيض. هاخد بقى المضرب الحلو اللي معايا ده، لازم الاول اغسله كويس وانشفه من المية، وده قوام الكيك معايا. هبتدي بقى اشتغل في البياض، وزي ما قلت لكم المضرب مغسول ومتنشف كويس قوي علشان لو في اي نسبة من المية البياض البيض مش هيتقل ولا هيرفع معاكي. هحط كمان ذرة من الملح، ما كتريش ملح، يعني حاجة بسيطة خالص، اقل من ذره، حاجه بسيطه بايديكي كده، اقل من ربع معلقه بكتير. خلاص، وكمان هحط نقطتين من الليمون وهضرب كويس قوي البياض لحد ما يتقل معايا، وهتشوفي دلوقتي قوامه. وطبعا ضفت باقي السكر. هياخد معاكي ضرب على حسب بقى سرعه المضرب اللي عندك او العجان. انا اخد معايا 10 دقايق لحد ما بقى بالقوام اللي انت شايفاه قدامك ده. دي اهم خطوه، ان البياض لازم يبقى معاكي بالشكل ده علشان تكون الكيكه معاكي بيضه وهشه واطرى من الكيك الاسفنجي. هبتدي اخد بقى شويه من البياض وهضيفه على الصفار والمكونات الجافه اللي احنا خلطناها في الاول مع بعض، وهقلب بالراحه خالص زي ما انتم شايفين كده وفي اتجاه واحد لحد ما المكونات تمتزج مع بعض. وبعد كده هضيف شويه من البوله اللي انا ضفت لها البياض، يعني من البوله اللي كان فيها الصفار على البوله اللي فيها البياض، وهقلبهم برضو كويس قوي لحد ما يمتزجوا مع بعض. وبعد كده هقلب الاثنين على بعض، يعني هتفهموا قصدي دلوقتي اهو، يعني خدت شويه من الصفار اللي انا ضفت عليه شويه من البياض وقلبته كويس لحد ما بقى لونه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هنزل على الصفار عشان يبقى معاكي سهل ان هو يتقلب كويس وكمان ما يفقدش الهواء اللي احنا دخلنا فيه.
برضو بالتقليب زي ما انتم شايفين. بصوا التقليب بتقلبي في اتجاه واحد، ما تحاولي تقلبي بالراحة. انا كده كمان مسرعة الفيديو، انا كده كنت بقلب كمان يعني ابطأ من كده. خلاص كده في الوقت ده انا كنت مشغلة الفرن قبليها بربع ساعة، او ما يعني مسافة ما عملت الكيك. ودهنت هنا صينية عادية خالص قطعة من الزبدة، ونزلت بخليط الكيك في الصينية. وهوريكوا خطوة مهمة قوي ان ازاي تسوي الكيك ويطلع معاكي حلو ومرتفع وهش من جوه. بصوا اهم حاجة ان الكيك في الاول خالص اول ما تدخليه الفرن يكون درجة حرارة الفرن على 150، وحاطة كمان زي ما شفتوا كده في قاع الفرن لصاج، وحاطة فيه مية سخنة. يعني كده الكيك استوى على مية، يعني يعتبر في حمام مية سخنة. وأول نص ساعة بيكون على درجة 150، وبعد النص ساعة بتعلي الفرن يكون على درجة 180 لمدة 10 دقايق، وهتلاقي أخد اللون كده من فوق الكيك، وخلاص كده تطلعيه من الفرن هيبقى معاكي التسوية مظبوطة. اهم حاجة تمشي على التسوية بالظبط عشان تطلع معاكي بنفس النتيجة. عملت هنا الكريم جانتيه زي ما شفتوا، نص كوباية من الكريم جانتيه الخام، وضفت لها حوالي 4 معالق من السكر، وضربتها لحد ما بقى معايا بالشكل اللي انتوا شفتوه. حطيتها في كيس حلواني، وزي ما انتوا شايفين بصوا الكيكة تحفة، لونها روعة، وكمان من جوه بيضة وهشة وتحفة. عملت لها فتحات كده بالسكينه زي ما انتم شايفين علشان هحشيها من جوه بالكريمه من غير ما اشيلها خالص من الصينيه ولا حتى اقطعها طبقات. وانا كنت عامله نص كوبايه بس من الكريمه، ما شاء الله اخدت النص كوبايه في الحشوه من جوه، فعملت كمان ربع كوبايه علشان تبقى الطبقه اللي من فوق اللي هزين بيها التورتايه او الكيكه. بصوا ما شاء الله كل ما بدخل فيها الكريمه بتنتفخ وبتتحشي كميه كبيره من الكريمه من جوه من غير ما تقطعي طبقات، من غير ما تشيليها من الصينيه خالص. يعني اسهل تورتايه ممكن تعمليها في حياتك. وكمان الكيك مش قادره اقول لكم تحفه، حلوه قوي قوي بالطريقه دي. هو يعتبر كيك اسفنجي بس عليه نسبه من الزبده والحليب، عشان انتوا عارفين ان الكيك الاسفنجي ما بيتحطش فيه ولا ميه ولا حليب ولا كمان زبده. الكيك الاسفنجي العادي اللي هو من غير اسبونج جاهز، اللي هو التقليدي العادي اللي احنا طول عمرنا بنعمله. لكن الاسبونج طبعا معروف ان هو بيتحط عليه شوية مية علشان يترفع معاكي والبيت، الاسبونج الجاهز خليكم مركزين معايا. لكن هنا الكيك دي كيك عادية فيها لبن وزبد عادي، وطلعت اخف من الكيك الاسفنجي والله. وجربيها تحفة، بس امشي على نفس خطوات التسوية اللي انا قلتلك عليها، ويكون الفرن ساخن قبل ما تدخلي الكيك. ابتديت بقى ان انا احط له طبقه من الكريمه كده من فوق زي ما شفتوا، وكمان غسله طبعا الفراوله ومصفيها خالص من الميه، واقطع الفراوله كده على 2، يعني كل فراوله مقطعها نصين، وابتدي اشكل كده تشكيل عادي خالص وتزيين عادي، وهيطلع لك في الاخر شكل التورته تحفه بجد. يعني لو كانت الصينيه صينية التشيز كيك اللي بتتفتح كانت هتبقى تورتاية عادية خالص زي اللي احنا بنشتريها من بره بالغالي، هتعمليها في البيت بأقل التكاليف. خلاص كده كملت باقي الفراولة زي ما انتم شايفين. هقول لكم بقى الجيلي تعمليه ازاي. عايزة تعمليه في البيت زي ما انا عملته كده. انا حطيت كوباية من عصير الفراولة ضربته في الخلاط، يعني ضربت عصير فراولة عادي تقيل يعني ربع كيلو كده من الفراولة وعلى شوية من المية، وضربتها في الخلاط وعملت يعني وتعيريها كده كأنها كوباية، وتحطيها على طاسة او كزرلة على النار، وتحطي عليها معلقتين من الجيلاتين. هتتقل معاكي وهيبقى بالشكل ده. مش عايزة تعمليها بالطريقة دي، خلاص جيبي باكت من الجيلي عادي اللي بيتباع في السوبر ماركت، وخففيه بنص كوباية مية سخنة، وهتحطي كده من فوق الكيك بالفرشه علشان كان الجيلي ساخن فما يسيحش معايا الكريمه. طبقات طبقات بسيطه كده بالفرشه واحده واحده علشان ما تلاقيش الكريمه ساحت وطلعت معاكي من فوق. خلاص كده هدخلها التلاجه حوالي ربع ساعه بس الجيلي يتماسك، وبعد كده هقطعها واقدمها وبالف هنا وجربوها، هتعجبكم جدا جدا وهتشكروني عليها. ولو في اي عيد ميلاد عندك ممكن تعمليها، بس ممكن لو مش عايزه تعمليها في الصينيه ممكن تعمليها في بايركس، ممكن تعمليها في صينيه التشيز كيك اللي بتتفتح عادي.
انا كنت ممكن اعملها في الصينيه العاديه، صينيه التشيز كيك، لكن انا عملتها في صينيه عاديه عشان اي حد يقدر يعملها بنفس الطريقه. شايفين الشكل من جوه طريه وتحفه وهشه. عايزه اوريكم بقى الكيك من جوه. هنا الفلاش كان مفتوح فما كانش باين الكيك قوي. انا هوريكم دلوقتي، هقفل الفلاش الكاميرا وهوريكم الكيك ازاي هش وطري وابيض من جوه. وشايفين قد ايه من الكريمه بتبظ من جوه، كريمه محشيه بطريقه حلوه قوي وسهله وبسيطه، يعني مفيش اي تعب، مفيش اي مجهود، وطلعت معاكي تورتايه والله احلى بكتير من اللي بشتريها من بره.